بوتبون كان متورط في ذيك الضربة. بما أن بوتبون كان متورط ومتورط في عدة ملفات ومكتف تكتيفة تاع كلاب، مكتف تكتيفة تاع كلاب، كي نقول لك جابوه، كي نقول لك جابوه جحش، جابوه جحش باش يركبوه فوقه ركبة صحيحة، جابوه جحش لأنه جابوه ملغم بالدوسيات، ملغم مهرود مهارت لها شد بابا. الاخر كان حاسب ويحيى، كان حاسب النهار الاول كان يقول باللي اثر الصراع وما الصراع وممكن بعد ما يحبس شويه الحراك بالك بوتبون يشفع لي، ومن بعد عرف باللي بوتبون ما هو الا فرق بشر، عرف باللي الصراع اكبر منه ومن بوتبون، عرف باللي صراعات تاع جنرالات و تناطح بيناتهم، كان ضارب النح. من بعد قرر مول كيران قرر الخروج عن سانتياغو، ويحيى الكل في الجزائر يعرفه باللي هو العلبة السوداء تاع العصابة، العلبة السوداء ومن قدماء العصابات. تقلد عدة مناصب، مناصب دبلوماسية، خدم في الدبلوماسية في الخارج، عرف عليهم الأمور تاع الخارج، تقلد في الحكومة، تقلد في الديوان تاع الرئاسة، خدم بارتي، عنده قاعد دوسيات عليهم. من بعد كي عرفها باللي رايحة تتزاقى ضربة واحدة، عرف باللي بغى يبيكي هو الهدف تاعو، ما بغاش يبيكي الجحش تاع بوتبون، بغى يبيكي الناس أو الجنرالات اللي جابوا بوتبون. المهم كاين عدة ملفات تاع عند ويحيى مول كيران، وعنده نسخ منها باش نقولها لكم يا المجحش تاع عبلة مول كيران، حتى نسخ من الملفات حاليا متواجدة ببرشلونة وأخرى بمدريد. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ أما العيفة خوه المقتول قتلو هكا باش نكونوا صرحاء، فقام بتوجيهه لطلب الملفات من جهة راهي في اسبانيا باش يعطوه نسخه من وحده من الاف النسخ اللي راه مخبيها في اسبانيا. بعد تواصل اخر زياره كانت له مع العيفه وتكلم معاه بلي موت باس، تنجموا بصح كيف تنجموا انتم قتلتوه، كيفاش نجمتوا معيبكم كل. المهم اللي حاب يتحقق من جماعه تاع الداخل اللي راهم الداخل في الجبهه الداخليه ينجم يرجع الى المكالمه، لان كل الهواتف راهي مسجله في الحبس، ما بين تعمين يجي الافوكا عندك ويدير معاك باروار ابروشي، وحتى قبل ما يكون باروار بالتليفون حتى مي كان كاين باروار ابروشي في الحبس كانوا غارسين لهم ميكروويف الداخل باش يسمعوا واش كاين واش ما كاينش. شوفوا اخر مكالمه دارت بين ويحيى القدر وبين خوه المحامي، وكيفاش قال له مهم نجيب الملفات وهاش واش فيهم في الملفات. جماعة عبلة عرفوا باللي الحية رايحة تحماض، عرفوا باللي الحية رايحة تقرص عليهم، عرفوا باللي الجنرالات عرفوا باللي راح يتشفشف تفونهم وتبدأ حتى الصحافة العالمية، لأن ما كاش عدالة طبعا، شكون هي حاكمة ولدة حاكمين بسبع قناطر تاع 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 غبرة وما داروا له والو. اذا عارفين مع شريك مع 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 اسمه البوشي. المهم عرفوا باللي راح تكبر الفضائح وتولي تكتب عليها الجرائد العالميه، ويعرفوا باللي كلش مدغول. كيفاش يديروا الحل تاعهم؟ يصفوا الشقيق تاعهم. وانا كنت هضرت لكم باللي العفسه اللي يديروها، وكنت قلت لكم رجعوا اللايفات السابقه قلت لكم العفسه اللي يديروها هي العفسه تاع السكته القلبيه، عندهم غير السكته القلبيه وضيق في التنفس، ضيق في التنفس سكته قلبيه، ما عندهمش حاجه جديده، كاش حاجه اخرى. اذا كانت السكته قلبيه كانت تحكم ويحيى اللي راه في الحبس، كيف تحكم اخوه يتبحبح برا، خوه عايش نورمال، كيفاش تحكم خوه السكته قلبيه هو اللي راه مباص وحيدا حيد أم الكيران هو اللي راهم باص. المهم من الآخر خوتي صفوا مول كيران ونحاوه من الطريق مباشرة، ورسالة أخرى إلى ويحيى حتى أنت يقول له قادرين نصفوك، وممكن جدا إذا تعنت
يصفون. إذا أنت المسؤول المباشر مع المخابرات يا يحيى في اغتيال أخيك، لأنك تكلمت على ملفات اللي حتى أنت قادر ونجس وسرق ونهب، وتكلمت على ملفات تخص الجرو أو الكانيش اللي جايبينه لجينيرو. وخوك أنت من ضمن الكلام اللي قلته له يا أحمد ويحيى، ضمن الكلام اللي قلته للعيفة أنه يتواصل مع قنوات باش يطرد الدوسيات تاع بوتبون، وقلت لها من يجيب الدوسيات وهل من يعطيه. هذا هو الذي عجل بتصفية الشقيق تاعك هكا باش الناس تكون على علم بواش صرا في قضية تاع العيفة، قضية طويلة وقضية تم دراستها، وكانت هذه القضية تاع العيفة اللي قتلوه كانت مارقة في نفس الوقت اللي جابوا ويحيى شارع، في نفس الوقت اللي ويحيى قال في الجلسة باللي قال على كاين الخبز اللي كلاوه الأجانب في الجزائر غير ربي لي عالم به، خاصة في مجال السكن. حطوها في قناة في الاخر تاع الشروق، والاغيال صحافة زوج دورو اللي كتب لكم صحافة زوج دورو، مهم جي عارفين كاع بلي هذا الشيكور تاعهم جديد اللي هو تبون بلي هو اللي كان وزير صحة، وكي قلت لكم الزوين راه في ذوك القناة. من بعد عيطوا لهم عبلة، قالوا ماكم عارفين شكم تكتبوا ولا ماكم جي عارفين، نحي قبل ما نحوكم من الجذرة. راحت سلسبيل فضيل بنت مول شروق، راح تهايط وتعيط ويا حوجي بنعونا القناة، يا حوجي بنعونا القناة بسبب زيلم الزوير، راه ثم غير يكتب زيلم الزوير راه غير يكتب، ماهوش عارف قاعد يكتب وزير السكنة شكون اللي كان كاين، هي برحم على بلاش يا برحم هذاني زيلة. المهم سلسبيل على بالك كيف اللي شوفي انا فعل خير، وانا شوف هذا شد ان اقول الحق على بالي بلكم راكم ضاربين انت يا وسعاد عزوز بعد الصراع اللي كان ما بين والدقومي، ربي له اللي يطلق سراحه، والدقومي وفضيل المقبور بابا مول الشروق كان كاين صراع، راحوا هذو الزوج، واحد راح واحد فيكتاوه للعالية، واحد فيكتاوه للميطاسيون، واحد ميتاوه للعالية، واحد ميتاوه للقليع. بعد بداو حاكمين هضروك الكناين، دوك القنوات راهم قابضينهم الكناين. المهم راه وحده قابضتها سلسبيل بنت فضيل، والاخرى راهي قابلتها البوفياسا تاع سعاد، اللي سعاد عمرهم استدعوها، مازال ما استدعوهاش، مع ان كل الممتلكات اللي راهي في جونفيلي في باري، واللي راهي في غير باريس، واللي راهي في دبي 99% بس 99 مكتوبه باسم سعاد. مخابرات عبد العلى بالهم والله ما عيطوا لها ساعه ولا حقوا معاها ولا بعثوها، مع انها كانت داخله في البروغرام، كانت داخله في البروغرام. ايام بعد ضربوا عليها، ما عندهم كاع لي بروف كاع، وانا ديجا حطيت مليون وثيقه تثبت عليه، على بالنا بلي راكم متصارعين، وانا في الجمله ما نحملكمش. كي يسحب الشروق كي يسحب النهر، بس انا وين نقول الحق، انت عندك صور حتى الوجه تاعك ما يعرفوش الناس، لان صورك مخبيه مليار في الساعه. انا نظن سعاد عطاتك الحس وسربت لك واحد تصاور في قورتك، سربتها ولحقتني انا منها، على بالي بلي سعاد بغات تعطيك الحس، هذه انا على بالي بها هذه، وسير كاع لان على بالي بلي تتبعي معنا سلسابي. وانا اشد كره عندي هي جماعه القومي، وانت ثاني مكرهة، ولكن في الدوزيام المهم من بعد ندور لك، مش باغي باش ما تفرحش سعاد ولا دير عرس وتقول لك خبطها. قلت لكم حطوا القضيه تاع، نعاودوا نرجعوا الموضوع، حطوا القضيه تاع ويحيى واش قال في القناه في المحاكمه، ومن بعد عيطوا لهم بالتليفون، ومن بعد نحاول المنشور هذا، ومن بعد عدلوه، ومن بعد تعديلاتكم شفتوه في الفيسبوك حطوه في الصفحات، ومن بعد عدلوه، ومن بعد عدلوه، ومن بعد قلعوه كاع، قلع من الجذره. بعد خاطر دوك تمودي في ستاجي، كي تكليكي فوق تخرج لك موديفيكيشن، تشوف وين تموديفا واش كان مكتوب من قبل واش تعاود تعدل. صافي ما تنجمش تخبي الشمس بالغربه لزاد، والناس طاحوا عليهم راكم معدلين المنشور، قلع جده كاع من الجذره، قلع عيط لها قلع قلع، نقول لك
ولا قناة الشروق يخدموا كما عبدو سمسار. عبدو سمسار قالوا تلحق اشكار راكم شفتوا التسجيلات مع ابو شوارب ومع غيره نفس هذا هما اصحاب المهنه هذو مديرين كما هكاك مديرين كما هكاك. المفيد العفة تم اغتياله من طرف أجهزة المخابرات اللي هي مش حاجة جديدة عليها عمليات الاغتيال السياسية سواء في الداخل أو في الخارج. في الخارج متورطين بعدة ملفات حتى أصبحت قائمة الاغتيالات السياسية للمخابرات الجزائرية في الخارج أصبحت في قائمة سوداء. بارك الله في سينادير أصبحت في قائمة كحلاء في الخارج الآن ولو كل بوفياسات في الخارج أنهم انحرقوا حرقة كحلاء وكتبوا عليهم عدة منظمات وهجمتهم حتى حاطينهم حتى في منظمة الأخرى الدولية. أما في الداخل فعمليات الاغتيالات السياسية بلا حساب كانوا يدوهم للسجون ويقتلوهم كما محمد تامات ولا عز الدين فخار ولا غيرهم من والعديد من الناس اللي قتلوهم وحصلوها في الإضراب عن الطعام. كانوا يحاولون اغتيال الناشط السياسي كريم طاهو ولكن ديرونجوا بزاف لأنهم حاولوا في المرة الأولى في الضربة تاع اللي جابوهم السجن تاع القليعة وقلبوا به السيارة تاع السجن وكيفاش دخلوه. بعد كذلك داروا له ديك الدواء اللي زادوه له في الحبس اللي قريب ما داروا له جلطة وحاكموه هو فاقد للوعي. ومن بعد حاولوا هذا عمليات الاغتيال تاع المخابرات بلا ما نتكلموا على واش داروا في التسعينيات واش قتلوا بلا ما نتكلموا على واش قتلوا قبل التسعينيات وبعد التسعينيات والى يومنا هذا معفنين. وقلت لكم بلي هذو ملقطين اولاد الملاهي الليليه ولدوا على ارصفه الملاهي الليليه. ما ادري عارف شنو نقول لكم ونتحمل المسؤوليه شنو نقول. هاد العناصر تاع المخابرات ولدوا على ابواب الملاهي الليليه ولدوهم يماتهم عند البيبان تاع الكباريات وخلوهم وراحوا. هادو هما سواء ضباط او ضباط سامون ودوهم هما الدولة تربيهم وعباكم على ما يربوهم. راكم شفتوا واش داروا في الناس واش كيف يتآمروا واللي حاول في الساعة يتآمروا ويجندوا في الدوباب ويجندوا في القواطة ويجيبوا غير المفرخ يعطوهم لي باج تاع الحساب وين ما كان الفرخ الملقط يجيبوه يعطوه باجة تاع فيسبوك وين يعرفوا واحد بطار يجيبوه يحطوه يقول له هيا ها روح الحس روح الحس ولا يجيبوا المتورطين فقط ومن بعد يخدموا بهم كي يخدموا بهم ويكملوا بهم حتى هم عندهم ما فيهمش ثقه لانهم عارفين بلي هذو مفرخ في 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 رافان يديروا لهم الحس ويدير لهم نشنا اللي يكملوا به يرموه في الحبس يرموه في جهه اخرى يكملوا معاه ديريكت لانه ماشي حاجه جديده عليهم. وراكم عارفين روحكم اصحاب الصفحه تاع الحس راكم عارفين روحكم بالواحد بلا ما نسميكم راكم عارفين روحكم بالواحد.